ولي المكاتب الحزبية والفروع والشعب اللي متغيب من أعضاء الفروع أو المكاتب أو الشعب، الرفيق المسؤول يقوم يقول لنا من اللي متغيب. إذا الكل حاضرين، رفاق ال كان بودنا أن نجتمع وياكم في مناسبة أعياد تموز لكي يقتصر حديثنا على الجوانب المشرقة الكبيرة من ثورتكم ومن حزبكم، وعلى الأخص القيم النبيلة اللي ثبتها في مسيرة حزبكم الأب القائد أحمد حسن البكر. ولكن من المؤسف حقا أن يكون التقائنا وياكم في مثل هذه المناسبة لا يقتصر الحديث في على هذا الموضوع، وإنما يتعداه إلى الجوانب السلبية والنقاط المظلمة في عقول الخونة والمتآمرين ممن سموا بعثيين ووصلوا إلى مواقع مهمة بحزب البعث العربي الاشتراكي. راح تكون، أنا أعرف أنه راح تكون صدمة نفسية عليكم، ولكن عليكم أن لا تنسوا حقيقة مركزية، وهو أن الثورة اللي تريد تنقل المجتمع من حال إلى حال وتأخذ على عاتقها دور قيادة الأمة العربية لطرد الاستعمار والاستغلال والظلم، فلا بد أن تتوقع التآمر عليها بما في ذلك من ناس المنتسبين إلها ومنتسبين إلى حزب. كانت القيادة من فترة من الزمن وعلى وجه الخصوص منذ 5 أشهر تتابع التخريب اللي يقوم ببعض الخونة في داخل القيادة مع آخرين لا زالوا موجودين بين صفوفكم الآن، رغم التنبيه والإشارات في اجتماعات القيادة في مناسبات شتى لكي يرحوي اللي يريد يستفيد ويريد يجر رجله من خط التآمر والتخريب. مع ذلك بذلت القيادة صبر خاص لكي تجعل المتآمرين يأخذون مداهم اللي يجعل القيادة كلها تشوف بعيونها وتلمس بنفسها هذا التآمر وهذه الخسة. وكان في ذهننا أن نطول خلق أكثر رغم خطورة التآمر اللي راح تسمعون، ولكن جت الظروف اللي شدد بيها الرفيق المناضل أحمد حسن البكر على ضرورة خروجه للأسباب اللي وضحها في خطابه، لكي تجعل
جعلنا مضطرين للبداية بأحد المتآمرين من أعضاء القيادة، هو محي عبد الحسين القاعد الآن يصف، لأنه هو سكرتير الرفيق أحمد حسن. فلأسباب أدبية قدرنا أنه من غير الجائز أن تكون البداية به بعد الإعلان الرسمي لاستقالة الرفيق المناضل أحمد حسن البكر، لأسباب أدبية ولأسباب عملية. الأدبية معروفة والعملية لكي لا يقال ويحصل ربط بأن هذا الخط التآمري هم الجماعة المختلفين مع الخط الباقي، وأسباب الاختلاف هي استقالة الرفيق المناضل أحمد حسن. ومشينا بالموضوع ما نمتلك من معلومات وما نمتلك من إحساس. الظلام جسم مرئي أيها الرفاق في وسط الضوء، يؤشر على نفسه كما يؤشر الضوء على نفسه، ولكن بطريق آخر وبصيغ آخر. كنا نقرأ في قلوبنا صفحات التآمر قبل أن نمتلك المعلومات عن التآمر، ومع ذلك كنا صابرين. وبعض الرفاق كان يلوم على بعضنا انه عنده مثل هذه الاكتشافات ومع ذلك صابر على الحال رغم طول الزمن. ولكن كانت كل القيم، قيم الارض وقيم السماء، معكم ومع حزبكم لكي يظهر الحق ويسحق الباطل. وتأكيدا للمنهج اللي أكد عليه حزبنا منذ انتمينا إليه، وأكد على تطبيقاته الحية بشكل مركز وتفصيلي منذ عدة سنوات من الآن، ردنا نأكد حقيقة ثابتة ونهائية، وهو أن حق البعث ينبغي أن يعطى له كحد السيف، بشكل فاصل كحد السيف، لكي يطلب منه الواجب بالتنفيذ بشكل قاطع وفاصل كحد السيف. وتأكيدا لهذه القيم الديمقراطية، ردنا نطلعكم على جانب من أحد الأشخاص اللي متهمين بهذه القضية، وراح يحكي لكم هو تفصيليا كيف بدأت عملية الغدر والخيانة لتكوين تنظيم داخل الحزب خارج القيادة، من أعضاء من القيادة وآخرين ما كانوا أعضاء قيادة انضموا لهم بعد ما أصبحوا أعضاء قيادة، وكيف بوشر بالاتصال بالكادر الحزبي، وما هي الأساليب لاستدراج الكادر الحزبي، والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل، نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية. راح تسمعون كل هذا، وأرجو أن تتماسكون وتضبطون نفسكم، لأنه الثوار مطلوب منهم أن يتماسكوا في النصر، ومطلوب منهم أن يتماسكوا في حالات مأساوية من هذا النوع، لأنهم ثوار ومناضلين. يتفضل المحي حشيلكم عن الأمور اللي أوجزتكم. ما ردنا المؤتمر نغرق في أن تسمعون الآخرين، لكن إن شاء الله نجزلكم تسجيلاتهم تطلع
تطلعون عليها، تستفيدون أهم شيء من الدروس. لا نخصص الآية المستقبل. نعم. قد على تدراك ميلا ورقة. نعم. كل اللي تريد تستذكر اللي تريد ترجع. أي نعم. أيها الرفاق، ما راح أذكر الحقيقة هو أديت به بمحض رغبتي ودون أي ضغوط أو تأثيرات قطعا، استجابة لدواعي الضمير وخدمة الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي شئت وبدفع من عناصر بالقيادة أن كنت أحد الأعضاء الذين لهم دور رئيسي في عملية التآمر على الحزب. في أوائل سنة 75 فاتحني المجرم محمد عايش عندما كنا بالمكتب العمالي المركزي سوية لكي ينضم إلى تنظيم سري، هدف الأساسي في البداية بلورة وتكوين يعني تكوين رأي حزبي عام يتعاطف مع هذا التنظيم السري وقيادته من خلال التأثير عليه نفسيا وماديا في المرحلة الأولى، بغية جذبه إلى هذا الخط عبر الصلاة الفردية اللي نقيم هو وياه. وطبيعي هنا اللقاءات الصلاة الفردية أخذت أشكال يعني أشكال مختلفة، منها دعوات شرب أو استدعاء بشكل شخصي للتأثير. يعني أذكر أبرز الأساليب اللي كنا نستخدمها في البداية للتأثير على قناعة الكادر وإثارة أحاسيس معينة عند الكادر، كالتلويح على سبيل المثال إلى أنه إشعار أنه مغبون ولازم يتقدم، ممكن أن يصل للقيادة أو يكون وزير إلى آخره. وطبيعي كان هدف المخطط بالنهاية تغيير النظام بالقوة، إحداث انقلاب عسكري. بالبداية كما أخبرني المجرم محمد عايش أنه كان مرتبط مباشرة تذكر الأسماء كان مرتبط بالبداية المجرم محمد عايش بغانم عبد الجليل، ثم صعد كما أخبرني محمد عايش صعد في نهاية 75 إلى قيادة التشكيل السري. نعم. ففي نهاية 75 الصعد إلى قيادة هذا التشكيل السري. نعم.
اخبرت سالت الحقيقة احد المرات بالضبط محمد المجرم محمد عايش لتعرف انه هل هذا الارتباط حديث او لا. فالحقيقة هي اكثر من مرة سألته فقال لي هذا الارتباط من زمن يعني من زمان بس لا تلحس اعود فيما بعد يعني اكثر من مرة كان جوابه بهالاتجاه. بالنسبة سألته عن الارتباط بالنظام السوري وبحافظ الأسد مباشرة قال أني حققت لقاء أو أول لقاء أتذكر أول لقاء حقق على أساس وراء يعني العفو قبل صعوده لقيادة لجنة التنظيم السرية اللي تمهد لإحداث انقلاب على المدى البعيد. قال سويت صلة يبدو رايح متصل بشقيق بأخو يعقوب كوشان فبأحد أشقاء هو متصل به مباشرة خلال راحاته عام 75 إلى الموصل وقال من خلاله أصبح حلقة الوصل يعني تم الاتفاق أن يكون حلقة الوصل. سألت اسمه قال اسمه حازم يونس ومن خلاله وصل إلى الحدود وإلى داخل سوريا اتصل مباشرة بالمدعو أحمد ذنون وأحمد ذنون يبدو كان أحد العناصر القيادية في المنشقين ويبدو حسب ما أخبرني أنه هذا كان طلب من اللجنة يعني من اللجنة القيادية السرية أن تريد تكون علاقاتها يعني ثابتة ودائمة مع النظام السوري وتطلب معاونته. وثم رجع نعم استمر الحال هكذا يعني عبر الاتصالات من خلال أحمد ذنون وإيصال رسائل وورود توجيهات وتعليمات كان الحقيقة بعضها يعني بلغني بمضامينها في اللقاءات الفردية اللي كنت ارتبط بها مباشرة وياه. استمر هذا الاتصال مع النظام في سوريا. أتذكر حتى عام يعني بهالصيغة كني لا منتصف أو أوائل عام منتصف عام 76 ثم أخبرني وراء الفترة أنه ترى صيغة العلاقة تغيرت فقلت له شلون تغيرت قال اتصل بي يعني متصل بي واحد من السفارة السورية انقلكم يا كما كان ينقلها مباشرة اتصل بي واحد من السفارة السورية يسمى العقيد حسين. هذا العقيد حسين كان هو حلقة الوصل بين قيادة التشكيلة السرية والنظام في سوريا وكان يتصل بي في بغداد. نعم استمر هكذا. في أحد الأيام خابرني قال لي ممكن أن تجي إلى نادي
الى نادي مو نادي العفو الى مطعم صدر القناة عند مطعم بالقناة اعتقد يعني بين ما نوصل للتسعة. فالحقيقة جيت للمطعم مساء 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 فجيت الحقيقة مساء دخلت لي جوا باوعت ما لقيت كل احد فطلعت رجعت الى موقف يعني تمشي برا باتجاه موقف السيارات فالحقيقة شفت من بعيد على بعد حوالي 30 يعني 30 او 40 متر من الموقف باتجاه يعني منطقة اللي تتجه الفحامة محمد عايش المجرم محمد عايش مع هذا العقيد حسين دي يتمشون فتقدمت صاحني فعرفتني على هذا الشخص فقال نتمشى فاتجهنا باتجاه منطقة يعني هاي يسمى قريب السدوية منطقة الفحامة فخلال المشي سأل كان يسأل عدد من الأسئلة والمجرم محمد عايش يجاوب عليها بشكل مباشر فكان يسأل يعني كيف العلاقات وشون وضع التنظيم فكان يجاوب انه جيد الان عندنا صلات عديدة فرجعنا بالطريق كان شايل نفس هذا السوري العقيد حسين بالمناسبة كان ذكرت يعني كان العقيد اوصافه يعني شخص طويل القامة شوارب بسود كلش طويل شوارب بسود وشعره يعني شعره اعتيادي يتجاوز عمره يعني عمره بحدود 40-50 سنة فبالطريق ناول المجرم محمد عايش قال له مبلغ 30,000 دينار من رجعنا هو شوية تأخر السالم ويانا وتأخر فإحنا رجعنا إلى المطعم مال صدر القناة فذكر شفته من بعيد يبدو كان على أكثر باب السيارة باتجاه الجهة اللي تطلع المخيم القريب المخيم الكشفي هناك ما اذكر بس ما رقم السيارة ما هذا بس اذكر سيارة من حجم صغير يعني فجينا عاد قعدنا وورا بالضبط يعني اما يوم او يومين يعني صار اجتماع للجنة القيادية العليا فأذكر الاجتماع الأول العفو صاير ورا يوم يومين اجتماع اللجنة القيادية حسب ما خبرني المجرم محمد عايش في دارة بالذات كانت اللجنة القيادية الضم بالإضافة للمجرم محمد عايش تضم المجرم غانم عبد الجليل المجرم محمد محجوب والمجرم عدنان الحمداني نعم نعم
بهذا الاجتماع ان موزعين المبلغ يعني بعد ما كنت لا بعد ما كنت رفضة نعم هذا كله نقلا بشكل مباشر من خلال المجرم محمد عايش فقال وزعنا المبالغ كل واحد انطانا مبلغ ويبدو اكثر مبلغ كان موزع الى المجرم غانم عبد الجليل وهو شخصيا قال حتى احيانا يبقى فاضل من المبالغ يبقى عنده هو بالذات اي فاني الحقيقة جاب لي اول مبلغ كان 1000 دينار اتذكر 1000 دينار بالضبط فعلى اساس انطي قسم منه لعدد من الكوادر المتقدمة فانطيت المبالغ هذا المبلغ يعني المبالغ الى كل من بدن فاضل اعتقد بحدود 300 دينار اي 300 دينار لما يرد اسمه يقوم يردد الشعار ويطلع ما يضل بعدي يلا للسجن كل من يرد اسمه ماكو كلام اللي يرد اسمه يردد الشعار ويطلع فاني مبلغ 1000 دينار فشفت استدعيت بدن فاضل وسلمت مبلغ 300 دينار كما شفت طالب صويلح وانطيته مبلغ 200 دينار وراء كم يوم كان اكو مؤيد عبد الله رئيس الاتحاد النقابات الحالي ما كان موجود في بغداد اجاني ايضا انطيته مبلغ اعتقد بحدود 300 دينار نعم نعم المبالغ اللي كنت تنطيها قبل ما يطلع مؤيد نعم المبالغ اللي كنت تنطيها بعد ما تفاتحهم وصل وياكم لو مجرد مساعدة منك فاتحي ثمانية شيخ الرئيس مفاتحين يعني روح لأن بديت سابقا مفاتحين هم نعم والتقيت فيهم بأماكن مختلفة يذكروهم بكل زين يعني الطالب الصويلح التقيت به يم بيته مؤيد التقيت به هنا أنا بطريق الطريق الجادرية وبدن فاضل شفته قريب المنطقة مال البيت ماله استمرت الحال يعني بعد فترة كان يخبرني محمد عايش العفو على اساس نفسهم بدن فاضل بالدرجولة بدن فاضل طالب صويلح مؤيد هم يفاتحون عدد اخر من الحزبيين اما اعطاهم مبالغ او من خلال استمالتهم من خلال يعني دعوات لقاء او شرب نعم فاستمرت الحاله نعم هي 200 دينار نعم شو ينطون منها نعم وش يخلون لهم رفيق ابو عدي 300 يعني ينطون مبلغ 50 و100 دينار ويسوون دعوات يعني هاي شو اسمه اليوم بعدين المبالغ ازدادت
يعني بالبداية عبارة عن دعوات. دعوات نعم. دعوات وسفر نعم. وإلى آخره حتى يسوون نعم. جولة المبادرة. نعم جولة هذا وبعدين لأن صارت متتالية المبالغ أكثر من استمرت على نفس العلاقة بالمجرم محمد عايش وكان يكيد هو أيضا باقي على علاقة بهذا الشخص العقيد السوري. نعم إلى تقريبا إلى إلى 77 بعد أنصار المؤتمر أعتقد الاستثنائي القطري وانتخبت عضو في القيادة القطرية في 23/3/77 وراها بالضبط يعني بين يعني أسبوع أو 10 أيام ما أذكر بالضبط أبلغني أنه اتقرر أن أنت تكون عضو في قيادة هذا التنظيم السري. وحضرت الاجتماع الأول لهذه التشكيلة السرية القيادية نعم في دار على الأكثر في دار المجرم محمد عايش نعم. فالحقيقة الأول ما جيت شفت نفس الأشخاص اللي ذكرتكم يوم قاعدين مجرم غانم عبد الجليل محمد محجوب و عدنان حسين وطبيعي محمد عايش نفسه. فالملاحظة الحقيقة للوهلة الأولى اللي لفتت انتباهي أنه كان يعني هذا أول لقاء اللي شفته كان يصير تقييم للوضع السياسي يعني بشكل عام الوضع السياسي زائدا كل واحد منهم كان مهيئ عدد من الـ يعني عدد من المعلومات أو ملاحظات. ففي هذا الاجتماع يتفقون على ما هي المسائل أو الموضوعات اللي تسجل وبالتالي يصير الاتفاق عليها بشكل يعني بشكل جماعي لترفع إلى النظام السوري وحافظ أسد مباشرة. كنت ألاحظ أنه المجرم غانم عبد الجليل تقريبا هو يعني المحرك أو اللولة في هالمسألة وكان يبدو هو يكتب المحضر وأكو مسائل مثلا هاي تطرح وطبيعي كلها رفاق يعني هاي المسائل عدل السياسية منها قضايا وأسرار داخلية تهم الحزب وبشكل خاص المسائل مثلا اللي كنا ان نوصلها للرفيق ابو عدي بشكل مباشر لغرض يعني لغرض خلق لغرض اثارته وخلق تأزم نفسي شديد يعني أو خلق تباعد واضح بينه وبين الرفيق أبو هيثم. ورا فترة أتذكر يعني واحد من الاجتماعات ما يعني بالضبط إيش وقت جاب أيضا مبلغ
مبلغ اعتقد بحدود مبلغ 50,000، وايضا بالاجتماع توزع يعني. كانت الحصة اعتقد اكثر شو اسمه الغانم عبد الجليل، ثم محمد عايش، ثم محمد محجوب، ثم عدنان الحمداني، ثم يعني انطوني مبلغ. هذا اول اجتماع قيادة كان مبلغ 5000 دينار. واني بدوري وزعت على نفس ال وزعت على على البدن فاضل، يعني كان الذكر بحدود يمكن الالف. و طالب الصويلح ايضا نفس المبلغ، ومؤيد مؤيد عبد الله اعتقد بحدود الالف او 1500، لان كنت طلبت منه ان يسوي علاقه قويه ويا سلمان داود البياتي اللي هو سكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال حاليا. وبدورهم يعني بدورهم ممكن يعاونون بعض الكادر الاخر من غير هذا الكادر. الحقيقه ما يدري شنو بالضبط، شنو مهمه، ليش المساعده معاونه، يقولوا له معاونه من الحزب وانت تحتاج الى اخره. زائد الدعوات يعني استمرت بهذا الشكل. سلمان كان فاتح تنظيمكم؟ لا، بهاي المرحله ما فتح ابو عبيد. نعم، المره المقبله خبرني المؤيد عبد الله قال لي فاتحنا وهو جيد. سلمان داود. ما بتعطيك احكي هذا الحشو كله، راح تشوف القياده ما انتهينا كلها واجهه الحشو. بالاضافه الى ذلك محمد مجرم، محمد عايش عنده علاقه ويا عدد من الكادر المتقدم، أقامها بفترات يعني فترات مختلفة. كان مثلا يلتقي بالطاهر أحمد أمين بكثرة يعني، يجي أيضا لبيته وبشكل قعدات خاصة. عدد يعني عدد من الكادر يلتقي به من خلال يعني جلسات الشرب وهكذا. احمد امين وردبي فادات عدد من اعضاء قيادات القياده هاي ما ذكرهم باعتراف الشخص المباشر عليه. اطلع. نعم، العفو. من ضمن الأشخاص اللي عندهم علاقة بالمحمد عايش أيضا عضو فرع الشمال اسمه امجد جباري، لان كان يذكر بالاجتماع. امجد هاشم. نعم.
أخو عبد الباقي اسمه كرجة عبد الباقي، أيضا انطرح اسمه كم مرة على أساس محمد يعني يشوفه بفترة أخرى يعني من الجماعة اللي له علاقة بشكل مباشر. نعم. كذلك ورد المعرفة الآخرين. نعم. إن شاء الله. يلا. ومن على بالحاطم. الاسماء المدنية من الكوادر غالبا ما تنحكي الحقيقة بالاجتماعات يقال فلان، باستثناء العسكريين مكان يقال باستثناء وليد، وعلى اساس وليد هو اللي يستشار ويأخذ رأيه بكل المسائل. محمد ينقل عن لسان وليد مكان يحضر يقول وليد كذا ورأيه كذا، فما كان تذكر اسمه. لا تتعب بها محيدين. نعم. تجي احنا راح نقولهم للاسماء البقية ويقولون. اي نعم. واني ابو عدي بعض الاسماء تدري. حلت لي تحكي يعني على راحتك انا ما. اي مو تدري بعض الاسماء ربما ناقص زايد بس اذكرهم حتى اذا. المسؤولية محمد محجوب كان بالضبط مسؤوليته أكثر من مرة ورد اسم شخص دون أن يذكر اسمه، يقول ضابط كبير بالجيش دوري، ضابط كبير بالجيش العراقي دوري الحقيقة، فعادة ما كان توجه أسئلة منه بال يعني للضباط. لا 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 هذا ذكر أبو عدي لأن يقول كان كلش متحمس، هو نفسه محمد يقول هذا كلش متحمس كلش متحمس ويانا. نعم. وكان يصرف عليه يعني يخرج له ثقة كبيرة بماجد السامرائي. نعم. كنت تردد الشعار وتكون بالنظارة إلى أن ننتظر نتيجة الاستفسار من الآخرين. بالاجتماعات اللاحقة صار أن كلفت أن يتصل بماجد السامرائي بشكل مباشر. واتصلت به؟ واتصلت به بشكل مباشر وانطيته 1000 دينار. نعم. وانطيته 1000 دينار وكان أول لقاء وياه بالضبط هو يذكره في مطعم شموع. في مطعم شموع. نعم. كان بقى في جيله مذكر. نعم. نعم. فلذلك عاد ماجد وراء اللقاء استمر طبيعي يعني وياه وكان يقبض ونعطي كل بين فترة أخرى ويجلس على دور ماجد. فمن ضمن الأشياء اللي نوقشت بالاجتماع أنه ندفع ماجد يأثر على عدد من المكتب الطلابي المركزي، وصار اتفاق بالاجتماع الهيئة القيادية باللجنة القيادية إذا يمكن يطلب من ماجد من خلاله أنه يركز على شو اسمه على إذا قدر يأثر على محمد دبدب أو فهد الشجرة الحقيقة. فهو يعني وعد أنه راح يلتقي بهم واستمرنا الحقيقة بس ما يعني فد ملتقي بهم شخصيا يعني ما جانا اللي ما جاني خبرني إلى هاي آخر لحظة ما خبرني أنه محمد دبدب يعني كسبه وفات حيمه لأن يبدو متردد كان محمد إمامه. محمد ما يقدر له. نعم. لا لا رفيق سويلت أكثر من مرة قالوا ما أقدر، قلت له ليش؟ يقول لي حقيقة متردد يعني كان خايف لأسباب ما يقدر يفاتحه يعني
يعني يطلع ويلتقي هو فهد، بس قال ما قدر ترى يسوي شيء، فراد يحاول على اخرين. المهم انه ماجد ما جاب انه يعني ماكو شيء الحقيقه ما الرفاق اللي يعني هذا احنا ما نريد نندر على كلامك، بس الرفاق اللي ما ورد اسمائهم قبولا يعني مفاتحين وقابل وماشي يفضل من الناحيه النفسيه، ولو هذه تزكيه كبيره لرفيق وركز عليه ومع ذلك ما يقدرون يصلوا له، فيفضل انه محي مثل النتيجه على الرفاق اللي وضعت خطه للتحرك عليهم وما صارت صله وياهم او صارت صله وما قدروا يكسبوه. نعم رفيق ابو عديلي، نكو عناصر كثيره الحقيقه طلبنا منهم انه مثلا يسوي له دعوه يروح يقعد، بس ما فتح ولا طلب منه. افضل تتجاوز يعني نعم ديواني انقل يعني الان يعني بامان لا غرض اضرار بواحد احد الرفاق. بس انت ثلاثة محمد. لا بس حكيت الحقيقه يعني ما وأتذكر بالنسبة لمسؤولية عدنان يعني جتي احدى المرات بشكل عرضي يعني حجز كان عنده علاقة قال صارت علاقة جيدة ويا عناصر يمكن بوزارة التخطيط من ضمنهم واحد دكتور اسمه خليل قصاب. اللي يرد اسمه يا ابو مو بهالقاعة تابعوا عاد انت الرفاق المسؤولين. نعم. عن الاجهزة. خليل القصاب دكتور في وزارة التخطيط. وواحد اسمه حميد هذا كان الشخص هو القريب يم عدنان حميد يونس. واحد دكتور اسمه نوري ما اذكر بالضبط يعني صراحة دكتور حتى يكون العلم للرفاق. نعم الفريق اللي مشت بالقيادة هو انه الشخص اللي لازم يصير عليه اعتراف او اكثر من عضو قيادة ويا يلا يعتقل من اعضاء القيادة. والمدللين عدنان الحمداني ومحمد محجوب صليناهم الى هذا اليوم الى ان قبل ما نجيكم طبعا الطريق اللي يوشك عليه القيادة بعد ما يصير اعتراف على شخص تجيبه تقول له قول لنا ليش تريد تدعمه يعني احكي لنا شنو الدافع السياسي اللي يخليك هذه الثوره العظيمه هذا الحزب المناضل هذا العراق الجبار تتامر عليه وتشيله تحطه بحضن حافظ الاسد اللي كل عيوب الشرع بي مثل ما يقول. اخر اثنين قبل ما نجيكم استدعيناهم وقلنا انهم يابا احكي للقياده احكي للقيادة مش سويتوا احكي للقيادة ليش تأمرتوا فقط اذا عندكم وجهة نظر سياسية احنا على خطأ حتى نسلمكم اياها للقيادة وتوكلون على الله. قالوا لا ما عندنا وجهة نظر سياسية واحنا مو متآمرين. طبعا هذا الحكي ما خارج التحقيق، خارج التحقيق راح يشوفون يروحون يشوفون زملائهم للقيادة وما يعني ماكو مشكلة لان ما قضينا الى استخدام الوسائل التحقيقية القسرية لأن كل شيء مكشوف كل شيء أصبح فيما بعد أيضا علاقة مع محمود جاسم رئيس الاتحاد حاليا كان بديك الفترة ما أتذكر يعني قبل ما يكون رئيس الاتحاد كان عضو مكتب تنفيذي. نعم محمود جاسم رجل محمود جاسم رجل.
جاسم رجب؟ اي نعم. موجود محمود جاسم رجب؟ شوفوا وين يكون موجود. نعم كان التفاصيل مال الاسماء هذه بالطريقه التحقيقيه غلط طبعا. نعم. لكن عندنا الجهاز الحزبي الكادر يطلع من هنا ما يخطر في بال واحد يشوف هذا كادر هذا هذا قياده معتقل، يخطر في باله انه ربما الامور على الشبهه. فردنا يجيكم شخص من بينهم يحكيكم التفاصيل بما في ذلك الاسماء اللي هي من الناحيه التحقيقيه اسلوب قاطع. فأنا أشوف نكتفي بهالأسماء، راح أقول بعد ذلك الأسماء الواردة في إفادات الجميع ومتفق عليها مرة واحدة. وتحكي للرفاق أسلوبكم عاد التخطيطي اللي انتقل من كثفتوه مثل ما قلت بفاتك، وشلون وزعت الأدوار وشلون نوقشت الخطة الانقلابية وشلون تستغل فترة التخلفل هذه اللي سميتوها. لأن لما بدأ السيد الرئيس يطرح بشكل ملح على موضوع تخليه من المسؤولية للأسباب اللي أعلنها في خطابه، نعم، وبين استلام صدام حسين لمركز القيادة الأول، نعم، يعني اشرحها للإخوان. نعم. طبيعي بالمناسبة رفاق أن تبين أنه يعني محمد عايش، ما هي ما عرفت إلا فيما بعد يعني وراء هذا الاجتماع بالضبط، أنه كان محمد عايش علاقة قديمة جدا بالأسد، حتى علاقة شخصية، من كان لاجئ سياسي في سوريا في أواخر 65، فيعرفه معرفة شخصية. نوقش وضع عبد الخالق مستقبلا في حالة بعد معرفة إمكانياتنا يعني الإعداد لانقلاب عسكري، شي يكون موقع وين المجرم عبد الخالق. فصار رأيي على أساس يكون المجرم عبد الخالق السامرائي، يكون أمين سر قطر رئيس الدولة، و نائب الامين العام، لان كان من ضمن الامور اللي ايضا اللي بحثت وياها انه في حاله يعني نجاح الانقلاب العسكري تعلن الوحده مع سوريا ويكون الرئيس الاسد يكون رئيس الدوله الاتحاديه، راح يكون مقرها يعني في بغداد، يكون عبد الخالق الامين عام مساعد. نائب امين عام لو امين عام مساعد؟ يعني الشخص الثاني ابو عدين، يعني النائب الامين عام نائب الامين العام. الشخص الثاني بالدوله الاتحاديه ورئيس القطر. رئيس القطر محل. وطرح بالاجتماع يعني ما اتذكر بس كانوا يعني متحمسين للشغله، محمد المجرم محمد عايش وعدنان ومحمد محجوب، وطرح انه المجرم غانم عبد الجليل يكون نائب امين سر القطر. فالحقيقه يعني ما صار اعتراض. نعم. اعتراض لما صار اتفاق؟ لا يعني ما حد اعترض. يعني ما حد اعترض يعني من انطرح ما حد اعترض يعني صار اتفاق يكون نائب امين سر القطر. Amen.
أجل صفوفكم. يكون أكبر من أن تقار. أحلام المتآمرين كثيرة، ولكن ثقوا أن واحد منكم يقاتل بتفنقة مو برشاشة سنة دون أن يسلم. فهذه أحلام، لكن احنا نعرف شنو هو حزب البعث العربي الاشتراكي. نعم. يجوز اريح لك. نعم. بما انه الامكانية ما متوفرة ان يصير تغيير، فصار يعني بشكل عام انه المحتمل ان السيد الرئيس ربما خلال سنة، فلذلك نحاول قدر الامكان في هذه المرحلة ان يطرح شعار استمرار الرفيق ابو هيثم، بالمسؤولية رغم معرفتنا هو يعني منهك، والهدف كان الرئيسي منها طبيعي الهدف المركزي هو لغرض استبعاد مجيء الرفيق ابو عدي بهالمرحلة، لحين تستكمل كل الامور الاخرى بما فيها الامكانيات يعني واشكال الدعم الاخرى. وهذا كانوا الكل حاضرين، يعني الكل حاضرين، فلذلك من صار الاجتماع القيادة القطرية بالنسبة الحقيقة للاجتماع وأسرار الرفيق أبو هيثم
على التخلي عن المسؤولية الأولى برغبتها. هو الاجتماع كان مفاجئ، بس الصيغة يعني الصيغة أو البديل لها مو مفاجئة بالنسبة لنا، باعتبار كان أكو قبلها موقف إجا من خلال تقرير معين أنه الشعار أنه يستمر ويطلب إذا أمكن يطرح شعار إعادة، يطلب من الرفيق أبو هيثم إعادة النظر بموقفه. فلذلك من صار الاجتماع، رغم هو بالنسبة لنا ما ندري يعني مفاجئ، بس كان الكل يعني مبلغين، واستبعاد الرفيق أبو عدي، استبعاد الرفيق أبو عدي طبيعي مقصود بحد ذاته، وهذا بيت يعني توجيه خاص من الأسد مباشرة. وحتى قيل يعني بالمناقشة ليش فذكر ذكر محمد عايش نقلا عن هذا السوري الظافر، وايضا حكى عدنان قال لكون الرفيق ابو عدي انسان يعني صعب النراس، يعني فسرناه في وقت النور الرفيق ابو عدي يعني ما يتنازل عن المبادئ. فبالنسبة نعم صحيح نعم. وان اذا العكس صار يعني وجود الرفيق ابو عدي على رأس المسؤولية الاولى من شأن يعني يفشل كامل المخطط، واذا استمر الرفيق ابو هيثم بالوضع اللي معروفه هو مراغب يعني وتعبان، يسهل عملية يعني سهل عملية الاتصالات والتواصل، يعني عملية مفيدة وبتوجيه خارجي بالضبط، يعني نقل انه هذا الرئيل من الأسف. فلذلك صار بالاجتماع من طرح من طرحت آني على الرفيق ابو هيثم من عيد النظر يعني بموقفه، وايضا طرح محمد عايش بصيغه تقريبا بس اقل شويه ايضا ماما ناخل يراجع موقفه وعيد النظر، كان هو هذا الهدف منه خاطر يوجه الموضوع لرفيق ابو عدي. وما حد حكى طبيعي، حكى ايضا عدنان حسين المجرم عدنان حسين، وكان حديثه طبيعي مغلف يعني تغليف ما معروف شنو يعني نعم. هذا اللي صار بهذا الاجتماع اللي سبق الاجتماع الاخير. من صار الاجتماع اخر اجتماع بالمجلس الوطني، فبالبداية ان انتخب الرفيق ابو عدي بالاجماع امين العفو رئيس الجمهورية وامين سر القطر بالاجماع، وكذلك انتخب الرفيق عزة ابراهيم نائب امين سر قطر العفو ابو عدي رئيس مجلس قيادة الثورة وامين سر القطر، والرفيق عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب امين سر القطر، وكل شيء انتهى يعني رفيق عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب امين سر القطر، وكل شيء انتهى يعني بدون مناقشة. بدون اعتراض لو بدون مناقشة العفو يعني بدون اعتراض يعني بالاجماع، انا قلت بدون بالاجماع بدون اعتراض نعم. و
ورا ما خلصت مسألة التصويت الرفيق أبو عدي أبدأ كلمة يعني توجيهية وتربوية قيمة وتحدث عن يعني شكل العلاقة اللي راح تكون بينه بصفة رفيق أمين سر قطر ورئيس مجلس الثورة إلى آخره من الأمور، وأشار ضمنا أشار بحديث بعبارات صريحة تماما أنه السلوك المتناقض أو النوايا المضمومة من الآن يجب أن تطفو على السطح، يعني بصريح العبارة مع كلمة يعني تربوية طويلة. يعني طويلة صارت السيد الرئيس كانت هنا ليش عليها؟ بس قبل ما يروح ما في عندي حكاية طبعا من ال حاولوا يخربون العلاقة بين كل رفيقين مع بعضهم بالقيادة، ومن جملة المحاولات هي محاولة تخريب العلاقة بيني وبين الرفيق وحيدة، لكن طبعا هم يدرون انه فشلوا في هذه المهمة فشل مطلق، لأن العلاقة بيننا تماما محيط فخذ واحد بدال العشرة خونة حزبكم يقدر ينطي أكثر منهم 100 و300 و400 و1000 وأكثر. وبدالهم أيضا العراقيات يقدر أن يلدن ناس أطهار حتى معامرة المجرم عبد الخالق ناظم قزار ربما يعني في إعادة تقييم الدروس نقول به بعد تقاليد الحزب وهو يقود الثورة بعدها لم تنضج في ذلك الوقت. أما بعد 11 سنة من النضال بعد ما يرفع لحزب البعث العربي لاشتراك رايات في كل العالم تأشر على صفاء مبادئ وخلقه ومبدئيته وأصالته في النضال من أجل القضايا القومية، بعد 11 سنة يظهرون خونة من هذا الطراز، فهذا شيء مؤلم لا يدلل إلا على طبيعة النفسية المخربة الخائنة. حسن محمود طه فات المحا عبد الحسين بيش هم رايدين يغرون مكيفين يصيرون نواب الحافظ الاسد، مع الاسف مع الاسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الاسد، واحنا نقول له عين العين ونقول له احنا ما نقبل ان رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لان حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. رفيق طارق راح يقرأ لكم مقترح الصيغة اللي تطلع عن هذا المؤتمر. فيتفضل رفيق طارق. ترى من حزبنا والبعث الحي ليكون
عقد الاجتماع الموسع للمؤتمر القطري والكادر المتقدم وقيادات الشعب اجتماعا استثنائيا في 22 تموز 1979 في قاعة الخلد في بغداد. وقد ترأس الاجتماع الرفيق صدام حسين أمين سر القطر وحضره الرفاق أعضاء القيادة القطرية. وقد استمع المجتمعون إلى اعترافات المجرم الخائن محي عبد الحسين التي كشف فيها المؤامرة الجبانة والغادرة ضد الحزب والثورة والتي خطط لها وشارك فيها منذ عدة سنوات عدد من المجرمين الخونة من أعضاء القيادة سابقا وهم المجرمين محمد عايش وغانم عبد الجليل وعدنان حسين ومحمد محجوب وبعض الأعضاء في الحزب. إن رفاق المجتمعين وبعد اطلاعهم على هذه الاعترافات الواضحة وعلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة يعبرون عن تأييدهم المطلق للإجراءات الشجاعة والمبدئية التي اتخذتها القيادة لحماية شرف الحزب ومسيرته الظافرة ومكتسبات الجماهير الثورية ومصالح البلاد العليا. إن المؤتمر القطري الثامن ومعه كل مناضلي الحزب المجتمعين من كادر الحزب المتقدم وقيادات الشعب يقررون طرد الخونة الغادرين والجبناء محمد عايش وغضون بن الجماعة إذا مو أحد من الرفاق يعتبر. يقررون بالإجماع طرد الخونة الغادرين والجبناء محمد عايش وغانم عبد الجليل وعدنان حسين ومحمد محجوب ومحي عبد الحسين من القيادة القطرية ومن عضوية الحزب، ويخولون القيادة القطرية طرد كل عضو يثبت ارتباطه بهذه العصابة الخائنة. كما يقرر المجتمعون تخويل القيادة القطرية كافة الصلاحيات الضرورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحزب والثورة ومصالح البلاد العليا ولإنزال أقصى العقوبات بحق الخونة المتآمرين. طيب رفاق تعبناكم بس ما كان ما أظن كانت التعليمات توفي ولا الكتابة توفي في التعرف على هذه المؤامرة الغادرة بالكيفية اللي تعرفتوا بيها من خلال أحدهم هذا اليوم. أبو عودة شرنا وابحث معنا حننا وربما يكون لعدد من الرفاق ملاحظات ما أظن يعني الفرصة التساؤل لإذا رادوا الرفاق ونحن حاضرين. طيب رفيق ولا تعيد الصيغة جيبها. الرفاق في القيادة كان من أكثر الرفاق اللي مكتشف هاي الزمرة هو الرفيق طاهر. حتى مرات يثقل عليهم زايد احنا نلومه يخابرهم بالتلفون يقول لهم ترى تكتلكم مكشوف وتامركم مكشوف ونطلب منه في انه يتريث في التقييم. ربما رسالة قبل 8 أشهر احنا كنا ما كنا مكتشفين يجوز مرة ذاك الرفيق طاهر تفجر أزمة على هالعناصر. وصلت رسالته الأولى عن طريق مكتب أمانة سر القطر، الرسالة الثانية يوم 5 وأكد علي يوم 5/6 أكد علي أنطيت عهد أن أنطيها بيدك. ما صارت لفرصة، صارت التغييرات
قلت له ممكن تزيد النظر. إذا كان الرفيق علي حسني يذكرني مكتوب عليها يقول بي أفضل أن تقرأ هذه الرسالة تفصيليا. هي هذا رفيق علي من قبل فترة ما قرأتها بس أمامي صلاح السمر صحيح. والرسالة رفيق أبو عدي تتعلق بغبن صايب للرفيق ليس إلا ما بيها أي لا معلومات خطيرة ولا شيء آخر تتعلق ليش النقل من إيران لهنا ومنو هذه هي عليه حال مو مهم يعني مو متوقع ما راح ما اظن احد من الرفاق يوعدكم انا ما وعدكم في انه ما يجي يوم تصير فقاعة اخرى لكن الشيء الاكيد انه الشيء اللي اقدر اوعد به باستقرار كامل في العقلية وفي الضمير ان حزبكم سيستمر يتقدم وينتصر باتجاه هدف اظن لي هي انك تفي رفاق بذهنهم اشياء كثيرة حشوفها بس الرفيق اللي عنده ملاحظات افضل ان يكتبها بتقرير ولا ما مقتنعين عندي ملاحظة نعم رفيق علي هاي الفقاعة اللي ذكرتها ما هي يعني ما اظنها تسبب لنا انكسارات نفسية بس لو نرجع الى الخلف وما ارد الوم القيادة ولا الوم نفسي ولا ايا من يكون لان كل ما عندك القيادة صحيح وكل ما راح تعمله ايضا صحيح ومؤمنين بها ايمان مطلق لكن وجود عبد الخالق السامرائي طالما هو حي اشتم الهوى اكو عناصر لازم ترجع مرة اخرى وتعيد الكرة وتعمل على إعادة عبد الخالق السامرائي مرة أخرى. فأنا أرجو تنبيه أو انتباه القيادة عفوا مو تنبيها لهذه المسألة. وضرورة أن يحاكم مجددا عبد الخالق السامرائي. وضرورة أن يعدم عبد الخالق. أي حال عبد الخالق هو مثل ما حكيتكم. بعد الآن ما نرحم. ما اكتمكم سر اذا ما قلت انه انا المسؤول الاول عن بقاء عبد الخالق السامرائي حي اللي اعلنته حي وكلها ضمن قيم يعني قيم البعثية هذه نقول لا اكون خاف ان خسر ان بعث صغير بسببه هالبعث الصغير هذا ما لازم نخسر بس لا قضية امن الثورة والحزب هي اكبر من اي شيء نعم رفيق هذه اكيد اكيد لك مني قبضة شارب نيابة عن القيادة نعم رفيق أموري رفيق أبو علي نرجو الأنتم في تحية إلى أبو القائد أحمد حسين بن يوسف ونرجو أن يسلم الأنتم أو الحضور في تحية لرفيق أمير سر القطر سلطان حسين هذه هي نرجو من القيادة أن تطلعنا مستقبلا على الحوادث التي أدت إلى أعضاء قيادة قطرية لأن هذه فاجرة خطيرة ونعتبرها من أخطر قوانين وهي قيادة استدعيناهم واحد واحد وكنا نفتش عن هذا رفاق أحدهم هذا حاولت أمام القيادة أن أشكك في معلوماته بالأسئلة أقول له لا خاف لقاءات يعني خاف لقاءات خاف تكتل يقول لي لا رفيق بعد شلون لقاءات كنا اجتماع ونوزع الأدوار وكل واحد يسلمي من اتصالات ومن كسبت
اخر شيء يعني حاولت ان اشكك بمعلومات عن معلوماتهم دول اللي اعتقلوا عن عدنان حسين ومحمد محجوب، بس ما كان الحظ يحالفني في ان اشك في حقيقة انهم متآمرين خونة ضد الحزب، ولم يذكر اي سبب سياسي ذو قيمة حتى الان لاسباب تأمرهم الا الاستجرار لبعضهم قبل ما يكون عضو قيادة وبعضهم الاخر بعد ما صار عضو قيادة ومن اسلوب خاص. نعم ربي. نحن كلنا البعثيون خلفك مؤمنين بقيادتك، مؤمنين بقيادتك ليس من قبيل المجاملة والزيف، وإنما مؤمنين إيمانا حقا وواقعيا وليس من قبيل الرياء إطلاقا، لأنه أنتم علمتونا أطر الاقتحامات وعلمتونا أساليب التربية وعلمتونا مبادئ الصراحة، فما نتجامل وياكم وضربوا بيد من حديد. شكرا. قوة أيد بما في ذلك إيدي هي من الالتزام بتقاليد الحزب الثوري، ولذلك رفاق مثل ما قلت في الكلام اللي حكيته في 17 تموز، أي دور مبادر يقوم به الشخص الأول في الحزب وفي الدولة لا ينبغي أن ينسي العمل الجماعي ومبادئ العمل الجماعي، لأنها هي الطريق. ما نحتاج إحنا أسلوب ستالين في مواجهة الخونة، وإنما نحتاج الأسلوب البعثي في مواجهة الخونة.